استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء الركن سعيد بن عبد الرحمن أبو عساف قائد المنطقة الشرقية بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق. جاء ذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد المنطقة الشرقية بالقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أشاد معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على تطويرها، والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات.